وبرضو مهم قوي ان احنا نبذل جهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه، حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع. احنا بنتكلم في 2.3 مليون، النهارده احنا بنتكلم في حصار كان موجود قبل كده وبرضو بقى اشتد جدا في الميه والوقود والمواد الغذائيه والمواد الطبيه والكهرباء كمان، فالاحتياج ضخم جدا. وبالتالي ما افتكرش ان نقدر نحدد ده ب 20 شاحنه او 60 شاحنه او 100 شاحنه، لا، هو اي حجم من الشاحنات اللي ممكن يدخلها للقطاع امره في منتهى الاهميه دلوقتي. يتبقى ان احنا بنبذل جهد ايضا، وانا بقول بس للجميع يعني ان احنا حريصين ايضا على ان احنا يبقى لنا دور ايجابي في تخفيف حده الازمه من خلال اطلاق سراح الاسرى والرهائن اللي موجودين في القطاع، وبنبذل جهد بس مش كل حاجه بيتم الحديث عنها، يعني لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها.